ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، مرحبا بكم في درس جديد. وقبل التعرف على عنوان درسنا لهذا اليوم، تأملوا معي هذه الجملة: نحن العرب نكرم الضيف. لاحظتم أن هذا الأسلوب يتكون من هذه الكلمة نحن، هي ضمير، وهذا الضمير هو ضمير متكلم، بالإضافة إلى العربة. العربة من حيث نوعها فهي اسم. إذن لاحظنا أن هذا الأسلوب يتكون من ضمير متكلم كما لاحظنا هنا، بالإضافة إلى اسم. لو قلت نحن نكرم الضيف، فنحن هنا كلمة عامة، ولكن حينما قلت العربة خصصت ذلك العام، لهذا فهذا الاسم يسمى الاسم المختص لكونه يخصص ذلك العام. إذن ماذا نسمي هذا الأسلوب الذي يتكون من ضمير متكلم بالإضافة إلى اسم يسمى الاسم المختص؟ هذا ما يصطلح عليه بأسلوب الاختصاص، وهو موضوع درسنا لهذا اليوم. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم هو أسلوب الاختصاص. إذن نقدم الآن تعريفا لأسلوب الاختصاص. أول شيء، أسلوب الاختصاص هو تركيب. لما قلنا تركيب؟ لأنه يتكون من ضمير بالإضافة إلى اسم يسمى الاسم المختص. إذن هو تركيب يتكون من ضمير متكلم قلنا، ويمكن أن يكون ضمير مخاطب. إذن تركيب يتكون من ضمير متكلم أو مخاطب، يليه الاسم المختص الذي يخصص ذلك العام. الآن بعد أن تعرفنا على المقصود بأسلوب الاختصاص، ننتقل إلى المجموعة الثانية. لاحظوا معي المجموعة الثانية: نحن المغاربة نحب تراثنا. نحن معشر الأطباء نعالج المرضى. أنا أيها المغربي أفتخر بوطني. أنت أيتها المغربية تفتخرين بوطنك. فهنا كما لاحظتم في الأمثلة الأربع نجد أسلوب الاختصاص. لاحظوا معي الضمائر: نحن، نحن، أنا، أنت. فنحن ضمير متكلم خاص بالجمع، وأنا بالمفرد، وكلاهما متكلم. أنت مخاطب. الآن ننتقل إلى تحديد الاسم المختص كي نتعرف على حالاته. فالاسم المختص في المثال الأول، لاحظوا: نحن المغاربة نحب تراثنا. نحن معشر الأطباء نعالج المرضى. فالاسم المختص في المثال الأول نحن المغاربة نحب تراثنا، فالاسم المختص هو المغاربة. والمثال الثاني: نحن معشر الأطباء نعالج المرضى، فالاسم المختص هو معشر الأطباء. أنا أيها المغربي أفتخر بوطني، فالاسم المختص هو أيها المغربي. الاسم المختص في المثال الأخير أيتها المغربية. الآن لاحظوا معي المغاربة وهو الاسم المختص في المثال الأول، كيف جاء؟ من حيث نوعه فقد جاء معرفا بال. والمثال الثاني: معشر الأطباء، فالاسم المختص هنا كما لاحظتم جاء معرفا بالإضافة. وهكذا نستنتج أن الاسم المختص في أسلوب الاختصاص إما يكون معرفا بال أو معرفا بالإضافة. لاحظوا معي المثال الثالث: أيها المغربي، أيتها المغربية. لاحظنا أن الاسم المختص هنا صدر بلفظ أيها للمذكر وأيتها للمؤنث، وهكذا نستنتج أن الاسم المختص إما يكون معرفا بأل أو بالإضافة، أو مصدرا بلفظ أيها للمذكر أو أيتها للمؤنث. واضح؟ إذا الحالات هي ثلاثة كما لاحظنا. الآن ننتقل إلى شيء مهم، ألا هو إعراب الاسم المختص. ماذا سيعرب الاسم المختص هنا؟ نحن المغاربة نحب تراثنا. الاسم المختص كي أساعدكم نقول: نحن أخص المغاربة نحب تراثنا. فأخص المغاربة، فالمغاربة هنا ستعرب ماذا؟ ستعرب مفعولا به لفعل محذوف تقديره أخص، فاعله ضمير مستتر. جيد. إذن ومن ثم نستنتج أن الاسم المختص يعرب مفعولا به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. الآن
إذا أردنا أن نعرب هذه الجملة فنحن هنا ضمير منفصل ابتدأنا به الكلام، سيعرب مبتدأ. أين خبره؟ نحب تراثنا، نحن نحب تراثنا. فهذه الجملة كما لاحظتم فهي جملة أولا جاءت بين عارضتين وتسمى جملة اعتراضية، والجمل الاعتراضية في اللغة العربية كما تعلمون هي جمل لا محل لها من الإعراب. لما قلنا لا محل لها من الإعراب؟ لأنها كما لاحظتم فأعربنا نحن هنا مبتدأ وخبره الجملة التي جاءت بعد هذه الجملة الاعتراضية، أي أن هذه الجملة الاعتراضية يمكن أن نحذفها، يمكن حذفها، فنقول نحن نحب تراثنا، فهي لا تؤثر في الجملة بل هي تضيف توضيحا أكثر فحسب. لهذا فالاسم المختص يعرب مفعولا به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني، إما نقول أخص أو أعني، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والجملة كما قلنا هي جملة اعتراضية. الشيء نفسه بالنسبة إلى معشر الأطباء سنعربها بالطريقة نفسها. أما أيها المغربي أيتها المغربية فهنا أي سنقول أي اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص فاعله ضمير مستتر، الهاء للتنبيه المغربي هنا ستعرب بدلا ستعرب نعسا عفوا لكونها اسما مشتقا. فكما قلنا سالفا درسنا هذا فيما يخص أسلوب النداء، يا أيها المغربي مثلا أو يا أيها الرجل، قلنا أن أيها الاسم الواقع بعد أيها إذا كان اسما مشتقا أعرب نعتا، وإذا كان اسما غير مشتق أعرب بدلا. الشيء نفسه هنا، ولاحظنا أن الفرق هنا في ما يخص أيها وأيتها أن في أسلوب النداء نقول مفعول به لفعل محذوف تقديره أنادي، وهنا نقول مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، أي كلاهما الاسم مبني هنا يعرب، كلاهما يعربان ماذا مفعولا به. الفرق هنا فيما يخص أسلوب النداء نقول لفعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي، وهنا نقول لفعل محذوف تقديره أخص. والشيء نفسه بالنسبة إلى القاعدة نفسها، بعد اسم بعد أيها إذا كان اسما مشتقا أعرب نعتا، وإذا كان اسما غير مشتق أعرب بدلا. الآن لاحظوا معي الاستنتاج. الاختصاص تركيب يتكون من ضمير متكلم أو مخاطب يليه اسم ظاهر يخصص المقصود منه يسمى الاسم المختص. عناصر أسلوب الاختصاص هي يتكون من ضمير، وهذا الضمير يكون إما متكلما أو مخاطب، بالإضافة إلى الاسم المختص. الاسم المختص هنا يكون إما من حيث حالاته، قلنا إما معرفا بأل أو مضافا أو مصدر بلفظ أيها للمذكر أو أيتها للمؤنث. فيما يخص حكمه الإعرابي قلنا يكون مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص فاعله ضمير مستتر، والجملة تكون اعتراضية لا محل من الإعراب. وإذا كان أيها أو أيتها نقول مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص. الآن ننتقل إلى تمرين تطبيقي. يقول التمرين عين الأسماء المنصوبة على الاختصاص وبين نوعها وحكمها الإعرابية. نحن الرياضيين نحترم قواعد اللعب. أنا أيها الفنان أحترم الأذواق. نحن الأساتذة أصحاب الفضيلة. نحن طلاب العلم لا تفتر رغبتنا فيه. فالاسم مختص في المثال الأول كما لاحظتم هو الرياضيين، فالرياضيين هنا هو الاسم مختص من حيث نوعه فقد جاء كما لاحظتم معرفا بأل. حكمه الإعرابي سيكون مفعولا به منصوبا بالياء لفعل محذوف تقديره أخص كما قلنا فاعله ضمير مستتر، والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. أنا أيها الفنان أحترم الأذواق، فالاسم المختص هو أيها الفنان، والاسم هنا كما لاحظتم جاء مصدرا بلفظ أيها أي للمذكر، إذن وسيعرب أيضا اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، الهاء للتنبيه والفنان ستعرب بدلا.
والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. نحن الأساتذة أصحاب الفضيلة، فالاسم مختص هو الأساتذة. الأساتذة عفوا من حيث نوعه جاء معرفا بأل، إعرابه سيكون مفعولا به منصوب لفعل محذوف تقديره بفعل محذوف تقديره أخص فاعل وضمير مستتر، والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. الشيء نفسه بالنسبة إلى طلاب العلم، فطلاب العلم ستكون مفعول به وهو مضاف العلم مضاف إليه بمنصوب بفعل محذوف تقديره أخص فاعل وضمير مستتر، والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. أعرب ما يلي إعرابا تاما. نحن التلاميذ نجل أساتذتنا، فنحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. التلاميذ مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص فاعله ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. نجل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. أساتذة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضافنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والجملة الفعلية في محل رفع الخبر للمبتدأ نحن. وهكذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. أرجو أن يفيدكم هذا الفيديو، وترقبوا معي تلامذتي الأعزاء درسنا المقبل ألا هو درس الاستفهام. وشكرا.